طيب حزب الله شو بدي ما فيني لا حزب الله عنده هيكليته المستقلة. وجه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كلاما قاسيا إلى من قال إن لا فائدة من الحوار مع حزب الله، فهل سنشهد استدارة جديدة للمختارة عن معراب؟ علق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تصريح عبر جريدة الأنباء الإلكترونية على تصريحات البعض عن عدم جدوى الحوار مع حزب الله، معتبرا أن هذا الأمر عبثي، قائلا علينا أن نحاور كل الفرقاء للوصول إلى انتخاب رئيس يملك مواصفات الحوار ويملك مواصفات معالجة التحديات. سمعت أن صدرت بعض التصريحات عن أن لا فائدة من الحوار. وفي السياق أشار مطلعون للبنان ديبيت إلى أن تصريح جنبلاط هو رسالة تمهيدية للاستدارة عن معراب نحو عين التيني وحليفه التاريخي الرئيس نبيه بري. بينما أكدت مصادر مطلعة في الحزب التقدمي الاشتراكي للبنان ديبيت أن جنبلاط قصد بكلامه كل من يرفض الحوار دون ذكر اسم، مشيرا إلى أن عدة جهات رفضت الحوار مع الحزب فيما يخص الاستحقاق الرئاسي، مؤكدا أن موقف جنبلاط على حدته لا يدل على تغيير حالي في خياراته على الإطلاق. في حين أشار مراقبون عبر لبنان 24 إلى أن الحزب بدأ يبحث عن غطاء مسيحي جديد لمرشحه بعد قرار تكتل لبنان القوي بالامتناع عن التصويت لفرنجية، فأعلنت الضاحية أنها تتواصل مع الكتائب. واللافت كان أن تصريح جنبلاط جاء بعد تسريبات تحدثت عن لقاء جمع مسؤولين من الحزب والكتائب بناء على دعوة الأخير. وبحسب معلومات رئيس تحرير موقع سفير الشمال غسان ريفي الذي أوردها خلال مقال، لا شك في أن تسريبات اللقاء قد أحرجت الكتائب أمام أنصاره وحلفائه، كونه يهاجم الحزب في العلن ويزوره ويحاوره في السر، وقد كان الأجدى به أن يكون أكثر شجاعة وأن يكشف عن لقاءاته مع الحزب وعن مضمونها، وأن يطرح ربما فكرة الحوار أمام حلفائه لا أن يحتفظ بها لنفسه. في السياق كان قد رد رئيس تحرير شبكة مرايا الدولية الصحافي فادي بودية في مقابلة ضمن برنامج هنا بيروت عبر قناة الجديد على الجدال القائم قائلاً أن مشكلة الكثير من الأطراف السياسية أنها تحمل وجهين دبل فيس، وجه تهاجم فيه حزب الله ووجه آخر تسعى للجلوس مع الحزب. طب أنا عم بقول لك حصل اللقاء وهذا المكان، وإذا بدها تتطور كتير حسمي لك اسم البناية اللي طلعت عليها كمان. أنت طلعت على بناية حد جسر صفير وعملت اجتماع ساعتين إلى 10 دقائق، كيف هالصدفة يعني؟ شي هالصدفة هاي يعني؟ بين اللقاءات المسربة واللقاءات العلنية تبقى التجاذبات السياسية والصراعات حول اسم رئيس الجمهورية تسيطر على المشهد المحلي، بينما يغرق الشعب اللبناني بالفقر والعوز.